ضابط محمد النعسان من مرتبات الكلية الحربية أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر من أجل حماية المظاهرات السلمية من عصابات الأسد المجرمة. وهذه هويتي. الرقيب هو الفادي الأهلي أعلن انشقاقه عن الجيش الأسدي. أنا المجند محمد هيثم الدياب أعلن انشقاقه عن الجيش الأسدي. أنا العسكري حسن عبد الله مسعود أعلن انشقاقه عن الجيش الأسدي. أنا المجند محمود عز الدين مصطفى أعلن انشقاقه عن الجيش الأسدي. أنا المجند محمد إبراهيم بس أعلن انشقاقه عن الجيش الأسدي. أنا المجند حسين طلال سبيع أعلن انشقاقه عن الجيش الأسدي الفرعوني. أنا العريب عطان أشهد أعلن انشقاقه عن الجيش الأسدي. أنا الرقيب أول العفيص أعلن انشقاقه عن الجيش الأسدي. أنا المجند طه جدا مصطفى أعلن انشقاقه.